وصلنا معكم لفقرة أخبار خاصة جدا، وأول خبر معنا بيقول ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات السودان. تفاصيل الخبر بتقول أعلنت السلطات السودانية يوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات النيل الأزرق في السودان إلى 102 مع إصابة 46 آخرين، فضلا عن انهيار 70,000 منزل. وأكد المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني بالسودان العقيد عبد الجليل عبد الرحيم في تصريحات صحفية أنه تم حتى الآن تسجيل 102 حالة وفاة و46 حالة إصابة، فضلا عن غرق قرية التمنيات شمال العاصمة الخرطوم بالكامل. وأضاف عبد الرحيم أن الفيضانات أسفرت كذلك عن دمار كامل أو جزئي لحوالي 70,000 منزل ونفوق حوالي 600 من المواشي. وأيضا شهدت مناسيب نهر النيل زيادات كبيرة في الأيام الماضية، وتعرضت عدد من القرى المحاذية للنيل والجزر بمحلية مروي جنوبي الولاية الشمالية إلى أضرار بالغة. وقال مواطنون إن منازلهم تعرضت لأضرار بالغة، مشيرين إلى أن هناك مئات المنازل انهارت بالكامل والأخرى انهيارا جزئيا، فضلا عن نفوق عدد كبير من الأنعام، إلى جانب الخسائر الكبيرة في المحاصيل الزراعية والبستانية وأشجار النخيل والمانجو وغيرها. وعشان ما نتكلم أكثر حول الموضوع ده ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي لمحلية مروي المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي. صباح الخير وصباح السعد عليك. صباح النور في القناة السودانية 24 وعبركم لجميع مشاهديكم ومستمعيكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك أستاذ الباقر، بداية حدثنا عن آخر مستجدات منسوب النيل في محلية مروي. بحمد الله وتوفيقه يعني بدأت المياه تنحصر بين مد وجزر، الحمد لله يعني بعد هذه الكارثة الكبيرة التي ألمت بنا وبعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، الحمد لله الآن نحن في مرحلة ما بعد الفيضان. الوضع يعني حقيقة يعني حتى الآن يعني في زيادات وفي نغوصان، لكن ما بالصورة الأولى التي أتى بها هذا الفيضان الحمد لله. الحمد لله. طب يعني من خلال الأوضاع اللي كانت، هل في قرى أو جزر جديدة تعرضت لفيضانات بالمحلية؟ والله حقيقة على امتداد نهر النيل الشريط المؤدي من السد حتى آخر نقطة في المحلية، كل هذه المناطق شرقا وغربا انغمرت بالمياه، الجزر كلها تكاد تكون كلها مغمورة بالمياه، وكذلك الشاطئ على جانبي الطريق على مجرى النيل غمرت المياه كل المزروعات والمغروسات والأعلاف، وتعدى ذلك إلى المنازل والمؤسسات الحكومية ودور العبادة والمؤسسات الصحية. الله يلطف يا ربي الجميع وإن شاء الله ربنا يحفظكم يا رب. يعني قبل أيام بدت حملة طبعا رش البعوض والذباب وكمان نواقل الأمراض عبر الطيران، فكده كلمنا عن الحملة بشكل مفصل. حقيقة يعني قبل يومين طبعا أتت طائرات يعني بجهود الولاية والمركز وأبناء المحلية، قامت بطلعات بواقع 4 طلعات يوميا بالضفة الشرقية والضفة الغربية بالرش بالطائرات، وبعد ذلك إن شاء الله والآن حتى قائمة حملات الرش الأرضي بالرش الضبابي والرش الرزازي والزيت الراجع وعمليات الشط في بعض المواقع. أيوة سامعينك يا أستاذ. ألو. أيوة معك سامعينك. زي ما ذكرت أنه يعني حملات الرش بالطائرات تم رش جميع أنحاء المحلية يعني شرقا وغربا، والآن نحن في مرحلة الرش الأرضي سواء كان بالرزازي أو بالضبابي والزيوت الراجعة وكذلك المعالجات بشطف المياه من الأماكن الراكدة. الله يقويكم يا رب ويوفقكم يعني على نفس القدر أكيد، والحماية للمواطنين إنه بنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور اللي هي أكيد بتحمل ظهور كمان حيوانات مفترسة زي التماسيح وكده، فكيف أنتم في الولاية تعاملتوا معها أو السلطات المختصة يعني؟ حقيقة الصوت بيقطع شو احنا سامعينك تماما الواصل، احنا سامعينك إذا سمعتك تماما. أيوة. غرفة فيضانات المحلية
بالتعاون مع اللجنة العليا للفيضانات برئاسة والي الولاية الشمالية وحكومة ولايته، واقفين تماما على مواقع الجسور ومواقع الأضرار التي ترونها أمامكم يعني بالجسور وبالسدود الترابية عبر الآليات، ولا زال العمل مستمر الحمد لله. زي ما أسلفت أنه الفيضان يعني حتى هذه اللحظة يعني قلت لك بين مد وجزر، نعم أستاذ الباقر، لكن الآن نحن في مرحلة ما بعد الفيضان. تمام، احنا معك في مرحلة ما بعد الفيضان، لكن احنا سؤالنا كان عن ظهور التماسيح والحيوانات المفترسة مع اكيد مناسيب النيل المرتفعة، كيف انتم السلطات تعاملت معاه؟ حقيقة يعني تم ابلاغنا بوجود التماسيح والحشرات الضارة وخلافه. تحركت غوة من الحياة البرية وطافت على كل هذه المناطق، والآن مرابطين يعني، لكن لم يعني يروا تمساح أو خلافه، لكن تحوطا الإجراءات متبعة من قبل السلطات الحياة البرية. نعم. طافوا بالمواعين النهرية إذا كان في أي تمساح أو خلافه يقوموا بعمل اللازم إن شاء الله. أستاذ الباقر، عايزة أديك مساحة أخيرة لو حابب توصل فيها رسالة أو توصية للشعب السوداني. نحن حقيقة نحمد الله والذي لا يحمد على مكروه سواه، وبحمد الله يعني هذا الفيضان يعني أتى على الأخضر واليابس بالمحلية، ولكن بتضافر الجهود الرسمية والجهود الشعبية والمنظمات والمبادرات استطعنا أن نحدد. كان الخسائر حتكون أكثر من ذلك بكثير، ولكن نحمد على ما هو الآن قائم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الفيضان فيضان خير وبركة. نحن من هذا المنطلق نشكر كل الفعاليات التي تعاملت معنا على مستوى رئاسة الولاية وحكومة المركز، ولا ننسى جهود أبناء المنطقة بالخرطوم والنيجر الذين يعني لم يتوانوا لحظة واحدة في إمداد المتضررين بالمعينات اللازمة حتى يعني يخففوا عنهم هذا الضرر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوقي جميع مناطق الولاية الشمالية والسودان أجمع جراء هذه الفيضانات التي انتظمت السودان، ونسأل الله أن يجعلها فيضانات خير وبركة إن شاء الله لما بعد إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب ويخليك أستاذ الباقر أحمد علي المدير التنفيذي لمحلية مروي المكلف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا، بنتمنى لك أكيد يوم موفق مليان جدا بالخير والبركة. شكرا. شكرا لكم، وأنتم تتلمسون قضايا ومشاكل مواطني أهلكم في الولاية الشمالية وفي المحلية وفي باقية أنحاء السودان. شكرا. شكرا لكم. شكرا جزيلا، الله يحفظ الجميع يا رب. شكرا.